شقيت الجبل زغوان حيرة الطير من باتة وحليل اللي عاش وقت الناس حليل ميم اللي خلاته. شقيت الجبل زغوان حيرة الطير من باتة وحليل اللي عاش وقت الناس حليل ميم اللي خلاته. بر يا نسرين بسلامة وخلي في قلبك طرف حنانة، مشيت الشرق مشيت الغرب ما وصلني حتى ترق. اذويت كل عصفور كاين جناحه مكسور، طحت في تونس وانا مدفور. مشيت للوزارة نلقى طفلة مصرارة قلبها كيف الرمانة كزايلة تطلع في الروح. عديتها وقلت لها حبي حبك في السماء متعلق، يا ناخذك يا نهاري غلق. جاني خالي مختار ضربني في الدار حليلي ما الدوار ذوقني عقل مرار. انا نقرا عن جميلة والناس عملت لي حيلة، كرهتني ولاد الفاميلة خاطرني نقرا عن جميلة. جميلة تقري فيا والناس تعطل فيا، يحبوني ديما تالي نشكي بهم الرب العالي، يحبوني ديما تحت صفر وجميلة تطلع لي ستر. صوت الفيتوري معنا صنع الفهم، ونوجه له بالمناسبة ذي تحية. أنا فهمتني صاحبي في تونس، راني أقسم بالله يا شاي دوخ، خاتي منجية في بلاصة الآخر في بلاصة أخرى، ما فهمت والو. أنا صاحبي والله قسما بالله مرة ما أنا مشيت لصاحبتي مادي معايا جور، علاش باش تهز معايا جور؟ انا فهمتني باش نبني العلاقه، واحد اخر مادي كورو ماشي ماشي يخت، علاش هذا تقريب مشي مركي في نهار؟ اقسم بالله يا شي يا شي يلعب سي، والله يا نا قلبي وجعني بصراحه، والله قلبي وجعني. عندي مرتي ملا جو وجه يخوف كالبعو، ديما تاكل ديما ترحي تاكل اكثر من منقلت الذو، والله حتى سحوري عملت لها عو عو عو، انا جيعان من اللي عرست لتو. يا فيتوري تو جاوبني بصوت فيتوري، شو مش تهدي لمرتك؟ والله مش نهدي لها، ان شاء الله ان شاء الله مش نهدي لها بكون نوار ودجاج روتي بالطبيعه، كان لازم هكا توالش منا ومنا، معناها حاجه باهيه في عيد الحب. ما هو في عيد الحب تنهدوا لها نواره هكا ولا حاجه باهيه؟ حاجه متاع عيد حب معناها، فهمتني؟ باش تخرج مرتك انت؟ وي مش خرجها زاد اودي، لا حد الحوش ما تتعديش اقسم بالله اودي. تتي بالله يا سيب تتي، انا ما كسبني 10000 فرنك في جيبي مش خرجها بالله. تو خذ لي باكو نوار، خذ لي ما نعرفش شنيا، خذ لي هذيك بالله. اش باش يعمل واحد ذرق قدام ناس براه الروح؟ ومعناها تشنوا تو ما هذاك هو في توري. اي لو فرضنا خرجت انت ومرت واشتهيت لك خاتم، تاخذ لها الخاتم هذاك وغالي برشا؟ والله ايش باش نقول لك، الخاتم انا اذا كان غالي غالي نقطع ونخليه. انا توك خاتم بالله، انا باش ناخذ خاتم؟ انا نقول لك ماكس ب 10000 في جيبه وانت تقول لي خاتم؟ تا ودي نقطع ونخليه، ما ناخذ ليش خاتم. في توري قيم لي الوضع. تعرف نحكي لك موضوع، تونس راهي معشبه ودي لفرنسا معشبه لامريكا، اما لقيت النقطه الحساسه نتاع تونس اودي لقيت. انا يا ريت السياسه راني نفهم فيها على الاخر، معناها تو سامحني في ايطاليا تشد قهوه ذرك يمشي هكا على البحر، واحد يجي في تونس شاد منصبه ويضرب في الحاكم، بالله راهو فما حاجه في المخ، راه وضع ما يعجبش خلاص، اما باهي مش مشكل. في توري كان جيت انت رئيس، اول القرارات تعملهم شنو؟ كيفاش تردها للبلاد؟ نشري لمرتي خيط. ما قلت لي عاد هذاك هي اول حاجه معناها نجم نعملها في تونس. ها شو نعمل؟ ما نشر لمرتي خاتم بعتلي نخمم باش نعبي الباك وبعتلي هكا. وشعبك شو باش تعمل له؟ تقول بديت بمرتك اي وشعبك؟ ولا شعب تنحل هكا، لا معناها نعطيه حاجه باهيه هكا وخليه يتفرج شوي ونبعتلي نسكره، فهمتني؟ اول قرار تاخذه شنو؟ اول قرار انا قلت لك نشري خاتم ونبعتلي نحط مرتي وزيره معاي. انت رئيس ومرتك وزيره؟ اه بالطبيعه، مالو شنو الضرب ثميك يا ولد عمي، اقسم بالله الضرب ثميك. اريدك تحط مرتك انت وزيره وانت تخدم رئيس، معناها تجيب لك فلوس برشا، معناها اودي تولي ترقد في الفلوس، معناها تولي تتغطى ب 10000 معناها، فهمتني؟ في توري شنو تتمنى؟ والله يا نتمنى معناها نتمنى الظروف هذه تتبدل، وان شاء الله معناها ان شاء الله المتفرجين فيا ان شاء الله تعجبهم معناها، وبحكمي انا كفيتوري نحب نوجه التحيه للفيتوري معايا معناها، وربي يحلها وكاها. تبارك الله عليك. توا خويا خلينا نجربوا شويه سنكوح. انا فهمتني معناها، عشت في تونس معناها عندي برشا، انا خاتي منجية معناها الصابري دي فهمني الصابري، والله والله نبكي بشاقة فهمتني، والله نبكي.
أنا تونس معناها قلب على آدم، قلب على آدم مقسم بالله. أنا أول حاجة نحب قد نملك روحي، أنا سليم علوش من ولاية زغوين، معناها فهمتني ليلى محمد رسول الله. أي سيد قبل سيد روحوا سلام، قال لك واحد ماشي يخدم مدي معاه مغرف برسمك عليش علاش؟ هذا تقريبا مشي خلطلها في مشاعرها. واحد آخر سيدك مدي كورة وماشي يخدم، هذا عليه زاد. كيفه؟ واحد مدي كورة وماشي يخدم عليه، مشي مركي في نهاره. الآخر مدي يجور وماشي قابل في صاحبته علاش؟ مشي يبني العلاقة. واحد آخر سيدك ابن سيدك قال لهم اقسم بالله. عودي نحكي لك موضوع، مش نعمل لك جست صغير، معناه شعب تونس هادي في تونس تلقاها معناه كوبلويات، واحد تلقاها شادة من شاد قصة حياته هابط. في ليبيا في مروك تلقاها بمترقب بزنزير معناه يحصر فيها من بلاصة بلاصة روح يا ابن الكلب. تنقسم بالله شي يدوخ بالله، قول لي شي يدوخ معناه راني فديت فديت من العيشة ذي فديت هكا هو حكايتنا. والله اسمع تقابلك اقسم بالله مره من اضامه من اكثر الطراف صاروا علي. جت جارتنا عاد للدار سيدك يا ابن سيدك تعمل هكا تعمل امي هكا، هذا يا ولدك يا خليبة والله يا احمر ما اول لا او سبيب والله تنقسم بالله. هذا يا ولدك او طويل شوي والله شبه لك، هذا شبه لك بالضبط. اكستيزمو يا ندخل فيها فرنس ديريكت ما عادش نفهم حد شيء. في تونس جاي تعمل تو في شريح بورقيبة انت؟ والله نعمل في دورة ومع الوقت معنا نحفل في الجو. انا ديما بطبيعة الشعب التونسي ديما نحب نوري الضحك للشعب التونسي ومعنا نحب الناس تشوفها تضحك ولاباس وتنسى كل شيء، معنا ما راهو غدوة خير وان شاء الله لاباس. ديما نعمل دورة انا لهني ونحوس منا ومنا وكاو. في توري كلمة من القلب تو. والله شو نقول لك، عندي طفله نحب نقدم لها تحيه بالمناسبه مبروكه من التشريف ليلى محمد رسول الله. كلمه من القلب اخويا ريت نحب نقول لك كلمه من القلب. راني نايه بالذات نايه ماش نحب نقعد لهني، علاش ماش نحب نقعد لهني؟ الاخر يتعارك مع الاخر والاخر شاد فيصل واحد شاد الطبوبي ما فديت اخويا. شوفوا لنا حل يا سياسه يا رئيس بيلامين، شوف لي حل راني فد. رئيس شنو؟ رئيس برلمان معناها تيتي دخلت بعضي اقسم بالله شي دوا. رئيس البرلمان شو اسمه؟ والله نسيته. انت صدقني ما نعرفوش تينا. رئيس الحكومه شو اسمه؟ والله ما نعرفش. تقريبا هكا يقولوا له الباجي ماتريكس، لا الباجي والله نكذب عليك نسيته. رئيس الدوله شو اسمه؟ رئيس الدولة تقريب هكا كان صدقني ربي بلي واحد نسيه ما نعرفوش هاي من الاخر ما نعرفوش. خلينا نحكيه بجد شوية تو. رئيس الدولة شو اسمه؟ نورمال موقيس سعيد. رئيس الحكومة؟ رئيس الحكومة هشام الشيشي. رئيس البرلمان؟ رئيس البرلمان يظهر لي غنينيش. شكون؟ غنينيشة الغنوشي. الغنوشي هذاك هو الغنوشي. خلينا نمشي ونهربوا شوي لغناء وسمعنا شنو عندك. جراحي نبرت عيني تدمع ما لقيت حبيبي مني يسمع. عليني قاسي من صغري نعاني قلبي شاقي وجعي لبختي ماني لاقي حضني دافيني. جرحي مبرد عيني تدمع ما لقيت حبيبي مني يسمع. عليني قاسي من صغري نعاني قلبي شاقي وجعي لبختي ماني لاقي حضني دافيني. بين هذيك مغنية أخرى وإن شاء الله ربي يخلص حال الناس الكليك. في حبيس وحيد سجن وما حسوا بيا قعدت بعيد يا لناسي وما ليا حكم شديد. سيد القاضي حكم علي وما رافوش يمي مدموعك قدامي ما نبروش.
بالوجه اللي شالت نار. اما نحب نهدي حكايه للطفله هذه الضحايا، مشيت معاها بنيه هذه غداره ومصراره، حقرتني ولزت لاماره. يا طفله بعينيك مره ثتيني، على خاطرك ذقت التعب وشفته، مرار دفله اليوم باش عرفته، حبك سكن في قلبي نا والفته، قولي جهار ليش ناكرتيني، قداش نا ينعدي وقداش قلبي بالمحبه يعبي، ينهز جمار بصباعي، اه يا خاينه بشكون بدلتيني، نورك زمان مثل ما خنتي. قلت نحبك ونرضى نعدي العمر بحذا جنبك، غريتي بيا وفتحت قلبي لحبك، وسكنت جوزك في مم وعيني، بعد مدة لقيت وردة حبك، اه يا خاينة بشكون بدلتيني.